يا شباب، جئت لكم فيديو جديد. السلام، انا علي رسلان. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فروا اذا ما كنتوا مشتركين. يا شباب، حط لايك، اشترك بالقناة، فعل جر جز فعل جرس التنبيهات. ايه، مثل ما قال علي، فعل جرس التنبيهات. شباب، اشتركوا بقناتي. هاي اسمي، هو اسم قناتي، روح اكتبوه. او علي بيكتب قناتي بالوصف، روح عملوا لي فولو، بدي اوصل 20 متابع باقرب وقت. راح اكتب قناتك، خلص وروح راح اكتب قناتك بالوصف عشان دغري يروحوا على الوصف يشوفوها. وهلا بكتبها بالوصف، وانتو روح نقلوها على الوصف واعملوا لي اشتراك عشان بدي اوصل 20 متابع. علي، كم متابع انت عندك؟ 2 صح؟ ايه، انت 6. ايه شباب، قنواتنا جديدة، انا 6 الحمد لله، موصل 6 متابعين. لا تنسوا تحطوا لعلي اللايك، وتروحوا على فيديوهاتي تحطوا لنا لايكات. وهذا البيت عملناه بفيديو بقناتي، عملنا الجزء الاول، الجزء الثاني، والجزء الثالث كمان. ها، الجزء الثالث معي. ايه شباب، كمان هلا الجزء الاول مع علي شانو بقناته. الجزء الاول بقناتي يا شباب، ما تخربوا بقناتي. الجزء الاول بقناته، الجزء الاول، ان شاء الله حنعمر بيته ونظبط بيت كمان. يلا ايوه، يلا بدنا نعمر بيت، بدنا نعمر بيتي بهالحلقه. ايه شباب، يلا. يلا شباب، من وش بدك بيتك؟ كابلستون وخشب. إيه، مثل ما قال ببداية الفيديو قبل ما نصور. اي، قبل ما نصور شباب كنت عم اقول له شو رايك تعمر من هيك؟ قال لي اي والله. هون بيتي حيكون يا شباب، هون بهالمطرح يعني. هلا بدنا نظبط المطرح. علي، يعني عندي مقلتشي. ايه شباب، ولا شيء، خلص. هون راح يكون بيتي. ايه، وين بدك يا يكون؟ ايه هنا، خلص. طيب علي، بنظبط المنطقة وبنرجع للمتابعين. ايه، يلا يلا. ايه شباب، كنت عم ساعده لعلي، هلا رح فرجيكم على. هلا وش بتسوي كده؟ لا والله بدنا خشب كثير. هلا علي، بس شوف بيتك كيف مظبط كده. والله والله حيشوفه هلا، بيجي علي وبشوفه مظبط كده. بس لحظة، خليني اغير. شباب، بدي اشوف علي قديش معمر البيت الحين، هالقدي قديش معمر البيت. يا شباب، نحشوف هلا. ايه علي، قديش صرت معمر البيت؟ شوف بس هالقد بس. وش بدي اسوي لك؟ هي الارض صعبة يا اخي. ليك 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 ليك، من بيتك ده. إيه يا اخي، كبل الخشب اللي معاك. خد شكرا والله. لا شباب، رح وقف الفيديو، رح روح على البيت. وقف الفيديو عشان علي يعمل البيت براحته. ايه شباب، خليني هلا ظبط له بيته لعلي. ايه، خليني ظبط له اياه. وهلا هو بيجي بلاقيه ظابط كده. ايوه. ها شباب، هالجد راح يكون ارتفاع بيت علي، وبعد في طابق تاني. ايه انا والله هسه كده. هنا الشجرة، خلينا نكسر الشجرة، بنجيب منها خشب.
تجيب منك حساب. هلا علي وين؟ هلا علي بيروح هناك، هو بالبيت. هلا بيجي علي من البيت هناك كثير وبشوفني معمر له هالقد من بيت. نسوي له كده غلط شباب. شباب انا الحين رايح شوف علي ايش بيعمل. هلا رايح شوفه. خلي بس علي يشوف بيته كيف كده. شباب رايح شوف بس كيف يشوف بيته. هلا عمارته لا شو علي شوف هل اثر تعامل ايه تعامل لك هالقد ايه هل اثر تعامل بايس ايه ايه قول قول ما شاء الله ايه ما شاء الله صرت عامل هالقدي ايه. هلا علي تعال معي معش معي الا 10 بلوكات خشب يا شباب. رح وقف الفيديو عشان علي يظبط البيت شوي. ارجع طيب يوم داوي ايه شباب. شباب انا بدي شغل الكاميرا اللي فوق. قلت لكم انه في كاميرا فوق فوق بالسطح فحشغلها وفرجيكم فيها. شوف علي شو عم يعمل منها. طيب شباب ليكو ليكو شباب انا حشوف الكاميرا. هلاو هلاو كاميرا شباب. هلا دي الكاميرا عم تصور خليها تصور انا بسوي البيت. شوف هنا هنا صورتها كاميرا شكلها مع ادم تصورني كان هناك. علي يمكن شالها عشان ما عاد تصور. واو ذاك جمعية البقر هناك. خلصت البلوكات وشو نسوي هلا. بقول لعلي يروح يساعدني. تعال حد نقول له انه وصلنا لنهاية المقطع.